الأستاذ حسام أبو النصر رئيس المؤتمر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك وصباح الخير لكم المشاهدين. أهلا. صباح الخير. شكرا على الاستضافة. يعطيك ألف عافية أستاذ حسام. لما نتحدث عن هذا المؤتمر بأوراقه والعناوين الهامة جدا، وحضرتك مؤرخ وكاتب أيضا، نتحدث عن تاريخ هذا التاريخ المهم جدا، وكيف تناولته خلال هذا المؤتمر؟ يعني حقيقة جاء المؤتمر فلسطين المسيحية ضمن سياق تسلسل كتابتنا لعد كتابة التاريخ الفلسطيني، باعتبار أن نتناوله من التاريخ القديم حتى امتدادا المسيحية ثم الإسلامية، ووصولا إلى الحضارات الأموية العباسية الأيوبية وصولا إلى العثمانية. وبالتالي هذا التسلسل في كتابة التاريخ لا يمكن تجاوز أي جزء منه، وبالتالي التاريخ المسيحي هو جزء من تاريخنا الذي نتشرف به ونعتز به، وهو تاريخ أجدادنا ومولد سيدنا عيسى ابن مريم عليه السلام. وبالتالي نحن سلطنا الضوء من خلال هذه الأوراق على 7 قرون التي كانت جزء منها المؤرخون قد يكونوا لم يصوبوها أو لم يكتبوا عنها بشكل واضح. الآن نحن نمنهج هذه العملية من خلال هذه المؤتمرات بالأوراق التي تم طرحها. نعم، يعني هذا مهم جدا. احنا نحكي كمان عن يوم كامل في الكثير من الجلسات والأوراق المهمة كما ذكرت اللي بتناقش، يعني سواء جذور المسيحية، هوية المسيحي في فلسطين، علاقته بكل الحقبات اللي كمان جاءت على فلسطين، نحكي كما ذكرت يعني عن 7 قرون. وبالتالي قد ايه مهم انه نرجع لهي الأوراق، انها تكون محفوظة، انها مثلا تصدر في، خلينا نقول، سواء الكترونيا وايضا ان كانت متاحة للناس المهتمين اللي ما قدروا يتواجدوا في يوم المؤتمر. هو في اتفاق مع الأخوة في البعثة البابوية، وهي الجهة الممولة ممثلة بالأخ جوزيف حزبون المدير الإقليمي، أن نقوم بطباعة هذه الأوراق بعد انتهاء عمل المؤتمر، بعد تنقيحها وعرضها على الجهات العلمية اللازمة. وبالتالي نحن ضمن إطار اتفقنا منهجي أن يكون هذه الأوراق متاحة للجميع بعد أن ننتهي من أعمال المؤتمر، وأيضا مع شركائنا في مركز سبيل القدس الأخ عمر حرامي، وهذه المؤسستين هما أكثر مؤسستين دعموا باتجاه أن يكون هذه الأوراق والباحثين تخرج بشكلها الصحيح. هناك كانت ملاحظات، الملاحظات قد جزء منها للأسف كانت شكلي، وخاصة على موضوع عنوان المؤتمر بأنه لماذا فلسطين المسيحية، فنقول لهم أن هناك فلسطين الكنعانية كانت موجودة، وهناك أيضا فلسطين البيزنطية. هي ليس لها أي دلالة دينية، أو عنوان المؤتمر ليس له أي دلالة دينية، هو دلالة تاريخية عن الحقبة التي نتناولها، لأنه باعتبار المسيحي جزء من تاريخنا ويجب أن نتناوله بهذا الشكل. لذلك كانت فلسطين المسيحية، وبعدها ستكون فلسطين بشكلها وتسلسل أحداثها التاريخي، ونحن كمؤرخين مؤتمنون على هذا التاريخ نكتبه بالشكل الصحيح. وبالتالي نحن، وخاصة أني كنت رئيس المؤتمر المسلم في المؤتمر كما أشار المطران عطا الله حنا، وهذا كان إضافة نوعية، والإخوة المسيحيين تأو أو أهلنا المسيحيين، بلاش أخوتنا، لأن إحنا واحد كلنا، أنه هذا باعتبار أنه أن يكون رئيس المؤتمر مسلم، هذا بحد ذاته يؤكد ويعزز الوحدة الوطنية، وأنه هذا رؤيتنا ضمن إطار التكامل في والشراكة. نعم. في الهوية. نعم. أستاذ حسام، أنت بتتحدث عن يوم كامل من العناوين المهمة جدا، من المحطات الهامة جدا لتاريخ المسيحية في فلسطين وصولا للعصر الإسلامي. نتحدث من خلال الحضور الهام جدا من شخصيات دينية، من شخصيات وطنية، كيف تفاعلوا مع هذا المؤتمر؟ شو أهم وأبرز الأوراق البحثية اللي خرجتوا فيها كمان من هذا المؤتمر؟ شوف، أول شيء إحنا حرصنا أن يكون الحضور أكاديمي ثقافي فكري أكثر من أن يكون سياسي وديني، صح، كي لا يأخذ الطابع أو يخرج عن الطابع التاريخي. لذلك كانت الكلمات الرسمية فقط لغبطة البطريرك ميشيل صباح والمطران عطا الله حنا والأخ جوزيف حزبون باعتباره الممول. الأوراق جاءت حقيقة ناقشت كيف المؤرخين تناولوا التاريخ المسيحي، المصطلحات واستعمالها في التاريخ الإسلامي والتاريخ المسيحي، تناولت أيضا الحقب الحملات الصليبية، تناولت الفتح الإسلامي، تناولت مولد سيدنا المسيح من خلال ورقة الدكتور أستاذ قسطندي الشوملي الأخ، والدكتور متري الراهب رئيس جامعة الكلمة أيضا تناول موضوع نشأة الكنائس في الشرق الأوسط والمناطق العربية عامة. هناك أوراق كانت متنوعة ومتسلسلة، جاءت يعني حاولت أن تغطي كل الحقب. الدكتور منيب يونان مثلا تناول، أو المطران تناول، الخلفية التاريخية للكنائس ونشأتها والمذاهب واختلاف المذاهب. هذا كله يعني أصب في إطار أن لا نتجاوز عن الحقبة التاريخية من مهد سيدنا المسيح حتى سقوط الدولة البيزنطية 1453، لم نتجاوز هذه الحقبة التاريخية، على أن نستكمل في المؤتمرات الأخرى، لأنه كما قلت هذه عملية متكاملة وليس
نعم يعني وكل هاي المراحل التاريخية هي التي تصنع الحاضر الفلسطيني، يعني بكل هذه التشعبات وهذه العلاقات المسيحية الإسلامية أيضا كما ذكرت في ظل على سبيل المثال حملات الصليبية. عندما نتحدث عن تأريخ وتوثيق لهذه المراحل نتحدث عن أدوات المؤرخ، أدوات التأريخ، أدوات الكتابة في ظل المغالطات خلينا نقول التاريخية الموجودة في كتب التاريخ التي ربما يعني كتبها المستشرقون أو غيرهم. شوفي، ما يدفعنا لعمل هكذا مؤتمرات ولدعوتنا لإعادة كتابة التاريخ هو للأسف عدم تناول التاريخ بشكله الصحيح وعدم استعمال الأدوات العلمية المنهجية البحثية. ونحن نقول أن المؤرخ يجب أن يكتب بعيدا عن الضغوطات الدينية والسياسية وغيرها، وبالتالي هذه من أهم الأدوات التي يجب أن تستعمل في التاريخ، خاصة التاريخ القديم والتاريخ الحديث وصولا إلى التاريخ المعاصر. أنا أعتقد أنه اليوم نحن في حركة تصحيح كتابة التاريخ، وهذه تحتاج إلى تكامل في العمل المؤسساتي والوطني وبين المؤرخين، واهتمام أيضا الجهات الرسمية لهذا الموضوع، لأنه هذا الموضوع لا يقوم به فرد، يقوم به المجموع. وبالتالي الأدوات المستعملة تعتمد على الآثار والدلائل المادية والأوراق والمخطوطات والوثائق، كل ذلك هي تصب في صالح تصحيح الرواية التاريخ. أما عملية التشكيك التي تأتي من البعض هنا وهناك تصب في صالح الاحتلال وتصب في صالح الرواية الأخرى، أنه نحن نشكك في روايتنا، طب ما هي الرواية البديلة؟ وبالتالي أنا ضد عملية التشكيك، لا، تعالوا نكتب بشكلنا الوطني والجماعي والشمولي، نكتب تاريخنا بالشكل الصحيح بعيدا عن النظريات التي توضع هنا وهناك، وللأسف هذه النظريات أثبتت فشلها وأنها غير صحيحة على تاريخ وأسقطت على جغرافية فلسطين وهي بادعاء وليست بحقيقة أو بدليل مادي. نعم. عليها. كل الشكر لك أستاذ حسام أبو النصر، شكرا لهذا الجهد البحثي الهام جدا، وإن شاء الله دائما تكون هذه المنارات البحثية هي مهمة جدا للجانب الأكاديمي ولطلبتنا تكون موجودة. أنا بشكركم أنتم وبشكر تلفزيون فلسطين على فلسطين مباشرة على التغطية، بشكر نادي حيفا الثقافي الذي جاء من العمق الفلسطيني وأيضا غطى، مجموعة حضارات فلسطين، أيضا اللجنة العليا الدكتور سامي أحمد، الدكتور جين منصور، الدكتور هاني الحصري، وكل الإخوة الذين أيضا ساهموا وساعدوا في إنجاح هذا المؤتمر. نعم، أكيد لهم كل التحية، نتمنى كل التوفيق.